في البدء كانت الرؤية، وانطلق بنك الخليج واضعا نصب عيونه هدفه لتأسيس مؤسسة مالية قوية تواكب نهضة الكويت وتدعم اقتصادها. واستطاع خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 60 عاما الانتقال من نجاح إلى آخر. وبالرغم من التحديات التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، فإن بنك الخليج حاليا في أقوى مراحله على الإطلاق، بعد أن أرسى استراتيجية 2025 لتكريس مكانته الريادية كبنك المستقبل وتوفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار لتسهيل حياة العملاء وتحقيق النمو المستدام دون الحياد عن قيمه الأساسية. وكان لابد من ترجمة هذه الاستراتيجية بالاقتراب من العملاء والمجتمع وتكريس فكرة البنك اللي كاف اكدوم، البنك اللي بيكون معاك الحين وفي المستقبل. معاكم دوم جاءت لتؤكد مدى ثقة البنك بأحلام وطموحات العملاء والشباب. من إطلاق ميزة فتح الحساب في دقائق عبر تطبيق الموبايل، إلى تمكين المرأة واعتماد مبدأ المساواة وتعزيز مكانتها عبر مبادرة واو وإطلاق المنتجات الخاصة بالمرأة، ومن دعم الشباب خلال مسيرة التعلم عبر برنامج أجيال للتدريب ورعاية فعالية الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أمريكا وإطلاق المنتجات المخصصة لهم، إلى إقامة ماراثون سنوي، ومن توفير الخدمات المالية المميزة للمستثمرين إلى إدارة الثروات، ومن إطلاق منصة MX.3 الرقمية لتطوير ورقمنة خدماته لإدارة الخزينة بالشراكة مع شركة موركس العالمية. فإن بنك الخليج حقق خلال هذا العام قفزات نوعية على صعيد المنتجات والخدمات، واستطاع أن يترك بصماته في كافة المجالات المصرفية. وبينما نخطو نحو العام الجديد، فإننا على ثقة بأننا سنحقق المزيد من النتائج المبهرة بما نملكه من حكمة لمواجهة التحديات والمضي قدما لتحقيق المكانة التي نصب إليها وتصدر المستقبل الرقمي للخدمات المصرفية.